تخيلوا انه هذا الموقف لا سمح الله كان حقيقة، من كان يبغى انه ينقذ الشخص هذا؟ من كان انه يبغى ينقذ صديقه هذا ما يخليه يموت؟ مثل ما شفنا صاحبنا كان وش يكح صح؟ اول ما نشوف يكح بنحاول نشجعه اكثر انه يكح، كح زيادة، حاول انك تطلع لفمك. بس لنفترض انه ما صار يكح، وجهه صار احمر، هذا معناته انه قاعد يختنق. وش نسوي؟ بحط يدي اليسرى وين؟ تحت عند سرة بطنه، حلو؟ عند بطنه، ويدي الثانية القوية احطها تحت يدي الضعيفة، اسوي زي البوكس كذا، بعدها احاول اني افتح رجوله واحط رجولي عشان اسنده ما يطيح بالضبط، بعدها اضغط على بطنه كذا بقوة، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، لين تشوفون انتوا القطعة هذه طلعت. كح كح ممتاز، اجي من وراه احط رجلي بين رجوله، حلو ممتاز، ويدي الضعيفه وين؟ عند سره بطنه بالضبط، اضغط بقوه ما عندي لين تطلع. لنفترض انتم كنتوا في البيت، اخوكم او اختكم الصغيره اختنقت او بلعت لها شيء، وش اسوي لها؟ اقلبها على بطنها وافتح اصابعي كذا واحطها عند رقبتها، واجي اضرب 5 ضربات على ظهرها، 1 2 3 4 5، بعدها اقلبها واضغط على صدرها كذا، ها تسمعون يا مرض؟ وش يطلع؟ وش هذا الصوت؟ صوت هوا صح؟ ما طلعت اكررها مره ثانيه لين تطلع. سواء الشخص كان عنده مرض سكري او ما عنده شيء، هذا ساعات الواحد يطلع من بيته ما افطر، فجاه وهو قاعد يمشي معاكم داخل عمره شيك، اجلسه احاول اجلسه، اجيب له وشو؟ اي شوكليت او اي عصير مثلا، بفتح العصير حاول انك تشرب شوي 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 تلقاه يصحصح معاك، ساعات ما ندري انه هو عنده سكر، فجاه كذا طاح ومسكناه احنا قبل ما يطير، بحاول ارفع رجوله، انا ما ادري هو ناقص السكر عنده ولا انخفض عنده الضغط، في الحركه هذه انا برجع الدم عشان يمشي بجسمه من فوق، شوي شوي تلقونه بيصحصح معاك. حبيب داخ طاح، صادته ضربه شمس، حطه وين؟ في الظل، مكان فيه ظلال، هذا اول خطوه. زين يبقى في الظل، هو الحين دايخ شوي تمام وجسمه حار، تحصلونه نحاول نحط مويه بارده على جسمه، حاول اني ابرد المنطقه هذه. الحين احنا حطينا ماي وكل شيء، يمكن قلبه ما قاعد يطق. كيف بتاكد ان عمر حي؟ وين يتكلم؟ راوني اسمع، في دقات ولا في ازعاج حولك؟ شلون راح تسمع؟ اول شيء نسويه اجي وش انادي محمد، محمد محمد مو قاعد يرد علي، وش اسوي؟ ابغى احد يساعدني. ثالث خطوه وش اسوي؟ اشيك اذا عنده نبض ولا ما عنده، نحرك يدنا شوي على الجنب ونضغط جوا، في احد قاعد يحس بنبضه؟ اذا في شيء يتحرك داخل معناته انه هذا نبض وحي، حصلنا نبض كويس، ما حصلنا نبض وش نسوي؟ CPR، انعاش القلب الرئوي، احط يدي هنا ويدي الثانيه ادخل اصابعي بينهم، اضغط بقوه على صدره تمام عشان قلبي يضخ الدم الراسع عشان الخلايا اللي في الراس ما تموت، ما اوقف الا لما يجي شخص ثاني. شنو اول خطوه؟ دائما تطلبون المساعده، تطلبها المساعده من شخص كبير، من اسعاف، من اي احد في الشارع. ثاني خطوه تقوم بالاسعافات الاوليه، في ايه في القران تقول لك ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، اذا انت انقذت شخص واحد كأنك أنقذت الناس كلهم. الحين وجودكم صار في بعض الحالات